على مسرح شاتو تريانو. جورج خباز بيقدم مسرحية جديدة على مسرح شاتو تريانو ابتداء من 28/2/2018. مسرحية اسمها إلا إذا تغير شيء. إلا إذا تغير شيء هي مسرحية كوميدية اجتماعية سياسية وطنية وموسيقية. صحيح هي جزء تاني من مسرحية إلا إذا اللي شفناها سنة الماضية، ولكن اللي ما حضر إلا إذا وما قدر يحضرها بيقدر يحضر إلا إذا تغير شيء، لأنها مسرحية مستقلة بحد ذاتها. عم ندوم شوي شوي إلا إذا تغير شيء، تغير شيء ما تغير شيء، تغير شيء ما تغير شيء، والحالة هي إلا إذا تغير شيء، إلا إذا تغير شيء. صحيح نفس الشخصيات، لكن في تطور للشخصيات بأحداث جديدة بحبكة جديدة. إلا إذا تغير شيء من أحلى أعمال المسرحية. أنا فخور كتير بهالعمل، كونوا كتار ناطرينكم بشاتو تريانو ابتداء من 28/2/2018. إلا إذا تغير شيء. إلا إذا تغير شيء. كوميديا لجورج خباز.